مرحبا بكم كاملين، معكم أمين من قناة LCS TV المختصة في مجال الرياضات القتالية. البطل المغربي يوسف بوغانم كيتعتبر من أقوى مقاتلي رياضة المواي تاي على الإطلاق. تايلانديين كيعتبروه أحسن أجنبي مارس هذه الرياضة. أسطورة بكل المقاييس، حقق أرقام خيالية، فاز في أكثر من 200 نزال، 108 من هذه النزالات فاز فيهم بالضربة القاضية. مسيرة بوغانم بدأت من اللي توفى والديه هو في سن 17 سنة. سافر لتايلاند هو أخوه ياسين بوغانم واللي أصبح هو الآخر بطل عالمي في رياضة المواي تاي. يوسف بدأ ممارسة المواي تاي في بلجيكا ومن بعد انتقل باش يكمل المسيرة ديالو في تايلاند بلد المواي تاي الأصلي. المستوى ديال بوغانم كان خرافي منذ البداية وتعطاته فرصة مباشرة باش يواجه الأسطورة التايلاندي بواكاو، ولكن أثناء النزال تعرض يوسف الخلع على مستوى الكتف ما خلاهش يكمل النزال. من بعد غادي تعطاه فرصة أمام عدد من أساطير تايلاند وغادي يهزمهم كاملين واللي هما سوت ساكورن، سايوك ويود باياك. يوسف بوغانم كيبلغ من العمر 27 سنة، الأصل ديالو من مدينة الفنيدق المغربية، كيحمل الجنسية المغربية والبلجيكية. استطاع باش ينشأ النادي ديالو الخاص حاليا اللي كيتعتبر من احسن نوادي المواي تاي في تايلاند وبالضبط مدينة باتايا. يوسف بوغانم مصنف حاليا هو الرقم واحد في تايلاند والعالم. لا ننسى انه متزوج تايلاندية ولديه منها ابن اسمه يوسري. يوسف اختار الاستقرار في تايلاند بشكل نهائي بطبيعة الحال لأن الظروف ملائمة هناك بالنسبة له وكيتكلم تايلاندية بطلاقة. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، تابعوا القناة وما تنسوش وضع زر الإعجاب إلى عجبكم الفيديو. إلى اللقاء.